نقطة مهمة، لمن تعزي برأيك هذا السبب؟ يعني اليوم كل من يريد أن يصبح مثقف، أو يعني إحنا مرينا بفترات بأيام مثلا الدراسة، أيام ما بعد الدراسة، أو يعني كل شاب من الشباب على ما أعتقد هسه ما أعرف الأجيال اللي موجودة الآن نفس أجيالنا ربما تختلف بعض الشيء باعتبار أنه موجود الإنترنت، موجود الفيسبوك، مواقع التواصل الاجتماعي اختصرت لهم كل شيء. لكن إحنا كأجيال لما بدينا نقرأ دائما شفنا نذهب إلى التراث الغربي أو إلى الثقافة الغربية، نقوم بامتلاك كتب المفكرين الآخرين. وطبعا هذا ما جاي من فراغ، إحنا نسأل يابا، أسأل مثلا الدكتور أقرأ المن؟ قال لي أقرأ مثلا لفلان من الناس، أروح أدور كتبه بالمكتبة أقرأها، بينما لا يكون هنالك إقبال على المكتبة الإسلامية وعلى تراث أهل البيت بصورة خاصة. شنو السبب يعني هذا؟ لماذا نتوجه دائما بقراءة الآخر بينما ما نقرأ أنفسنا؟ يعني هاي نوع من أنواع، ربما البعض يعتبرها نوع من أنواع الثقافة، أو عندما تريد أن تصبح مثقف لازم عليك أن تقرأ لهذا الرهط الغربي الكبير جدا وتترك تراثك. ليش يعني هذه الثقافة يعني هناك موجودة؟ هناك حقيقة سببان. السبب الأول هو ضعف الشخصية الإسلامية في مواجهة الغزو الفكري، الغزو الثقافي. بل يعني الغرب غزانة حقيقة، غزانة بأفكاره ورؤاه وتصوراته. نعم. وأصبح لهذا الغزو حقيقة أثر وبصمات في أفكارنا، في ثقافتنا، في ثقافتنا. فأي شيء من الغرب يعني رأسا نعتمده ونعتبره هو الصحيح. زين. وأي شيء من الشرق لا نعتبر يعني وكأنه مشكوك. وغنية الحي لا تطرب يعني؟ أكو حالة بسبب الهيمنة. الهيمنة بلادنا الإسلامية زهاء 100 سنة. بلي. هذه البلاد كانت محتلة. يعني تصور من بعد الدولة العثمانية حتى يومنا الآن تقريبا قريب 100 سنة يصير. زين. 100 سنة أو 90 سنة. بلي. بلادنا الإسلامية محتلة. محتلة من المستعمر. نعم. مختلف أشكال الاستعمار إلى يومنا هذا. فهاي الهيمنة كان لها انعكاسات على ثقافتنا، على سلوكنا، على رؤانا للحياة، وجعلتنا نخضع للأضواء الساطعة اللي ترسمها لنا الثقافة الغربية. زين. شوف نتجه إلى الأضواء المسلطة علينا من الغرب. هذا سبب. السبب الثاني المفكرين الإسلاميين أو المؤسسات اللي يعتمد عليها، المؤسسات اللي كان يفترض أنها تقدم الإسلام لم تستطع أن تقدم أهل البيت والإسلام بصورة صحيحة. صح. يعني نهج البلاغة بقى نهج البلاغة. يعني بقى فقط كلمات رائعة أدبيا وكلمات. يعني الآن كل من كتب عن نهج البلاغة كتب عن روعة كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه. البلاغة يعني عندما نأتي للشروح، شروح نهج البلاغة، ماذا تجد في شروح نهج البلاغة؟ لا تجد ارتباط كلمات أمير المؤمنين بالحياة، تجد مجرد قصص وحكايات وتحليل جمل تحليل بلاغي. بلي واضح. لكلمات جمل أدبية فقط، لا تجد ارتباط يعني مع كثرة الشروح.